أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا من الشاكرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا من الشاكرين الله أكبر ولله الحمد اللهم اجعلنا من الشاكرين إلا الله الله أكبر الله أكبر اللهم اجعلنا من الشاكرين حضرت الصلاة يا عباد الله حضرت الصلاة يا عباد الله حضرت الصلاة يا عباد الله أيها المؤمنون إن الأعياد من أفضل الفرص والمناسبات التي تتعمق فيها وبها الصلات وتتجدد فيها وبها العلاقات ويعفى فيها عن الزلات فالمؤمنون إخوة والإسلام أمر بكل ما تتقوى به هذه الأخوة والمحبة قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم